مشاهدينا نواصل في فقرة جديدة من برنامجنا برنامج قوس قزح. الحقيقة طبعا يعني فكرتي أساسا للمركز ما يعني من البداية ما كنت يعني ما كان في راسي إني أعمل مركز وكذا، بس كنت هاوية الشغل ده وحباه، وكنت بدرس يعني دراسة الطباعة ولا الرسم على الزجاج وكذا والتحف والحاجات دي. ف يعني جتني فكرة قلت أن إحنا التياب دي أساسا التوب السوداني يعني المفروض أن إحنا نصنعه، ليه ما ننقله من المحلية للعالمية؟ ليه نحن نجيب التياب من برا ويعني الوحدة تفتخر أن التوب ده جبته من الحتة الفلانية وجبته من هنا وجبته من هنا؟ ففعلا يعني مشينا فيه ومشي تمام، يعني في مشاغل كثيرة والله شغال، وفي ناس شغالين في البيوت شغل حلو وكذا، ودائما يعني بقول يعني إن شاء الله يعني الخامة ذاتها ما نستوردها من برا. يعني احنا حاسه هنا الشغل ده في ناس بتجي تشيل مننا شغل ومن غيرنا شغل، يعني اللي بيصدروا لي برا. يعني انا حضرت كام زواج في خارج السودان، دائما الوحده بتفتخر بانها بتجيب ثيابها من السودان. بنشتغل دائما على الخامات الجيدة، يعني الخامة السويسري أو الأسباني، يعني الخامات الثانية إلا إذا الزبون أساسا جاب لنا. بنشتغل الشك، بنشتغل التركيب، الشك العادي والشك الهندي، الطباعة، الجليتر، يعني التطريز. حتى في شغل كان زمان بتاع أمهاتنا وحبوباتنا اللي هو الكروشيه والكنبة والحاجات دي، برضو تاني رجعناها عملتها، وفي البداية انتقدوني قالوا ده شغل قديم وهنا، لكن بالعكس والله الناس جات شالته. وبرضو شغال على خامة الدمور، اللي هو بقول له الدمور شندي، برضو بنعمل له كروشيه ويعني بنركب له فل وكذا. فالمهم يعني ثياب جميلة جدا. الفكرة أساساً جتني بأنه بالوضع الاقتصادي يعني الصعب، ليه ما كل واحدة تساعد نفسها وتساعد بيتها وتساعد أسرتها؟ لأنه فعلاً شغل مفيد وشغل في نفس الوقت بيطلع الواحدة من الجو بتاع الكآبة. أتمنى بأنه أن إحنا نصدر
التوب السوداني ونحن نصدر الخامة تحت التوب السوداني، لأن أساسا نحن هنا بنزرع القطن، ناقصنا شنو؟ ما نقصانا حاجة غير الاجتهاد بس، وربنا الموفق إن شاء الله.